سادتنا في المعركة قد علموا الجميع ما معنى الشجاعة. الكل في القبيلة يتحدث عن غوندوغدو وعن شجاعة توتكين وعن بطولات أبي وعما فعله بالمغول. أتذكر اليوم الذي جاء فيه سليمان شاه إلى هذه القبيلة، حينها أنت علمتني ركوب الخيل مع أختي غوكشي. إذن أنت أيضاً تتذكرين تلك الأيام؟ إنها لا تنسى، قدومك قد أسعدني كثيراً. والآن أريد أن أطلب منك شيئاً هاماً وأتمنى أن تنفذه. ما الذي تريده بالضبط سيدي؟ سونغور تيكين بحوزته خاتم، أريد أن تساعدني على أخذه، وأولاد سليمان شاه هم من سيحضرونه. أسيادهم فككوا قبيلتنا وبعدها دمروا كل شيء، وأيتلون تسممنا بأفعالها ونحن ننظر إليها ولا نستطيع فعل شيء أبداً. لابد أن هناك ارتباطاً بين السلطان علاء الدين وسونغور. ولهذا ذهبت حليمة ودلدمير إلى السلطان. ما الذي يريدونه أبي؟ سنعرف هذا قريباً يا ابنتي. أخوك الآن في الداخل مدرج بالدماء على فراش الموت، وأنت تفكر أن تذهب من هنا؟ هذا ما يجب فعله. هذا ما يجب فعله؟ ما الذي تعنيه يا أرطغرل؟ أنت لا تتنازل أن تتكلم معي أو مع أمي. انتهينا سيدي، انتهينا. استرح قليلا. منذ سنين كنا ندعو أنا ووالدكما بأن نرى سونغور بيننا، وجاء هذا اليوم. فلا تؤلمانني بألم الفراق ثانية. كيف يستخدمه ذاك الأبله؟ خيرا يا أخوات. نحن نريد منك شيئا دوغان. الحمد لله على سلامته. الحمد لله على السلامة. بالشفاء العاجل. أشكركم وبارك الله بكم، فبفضلكم سوف يشفى بإذن الله. بإذن الله.
ما شاء الله، سيدنا سونغور تيكين مثل الصخرة. اطمئنوا، استطاع أن يقاوم الجرح وكأنه لم يصب بشيء. أيام ويعود إليكم إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. سيد أرتوك، شكرا. تفضلي. سيد أرتوك. تفضل سيدي. أريد منك طلبا، إن كنت تأذن لي أريد أن أرى عبد الرحمن اليوم. هيا تفضل. تعال يا أمي. لقد قتلوا تلك العجوز وأخذوا منها القلادة ولا يكفان عن تهديدي. ولما لا تخبرين سيدي؟ لا أستطيع إثبات كلامي إلا إن وجدت تلك القلادة. سيكذبونني لأنهم يظنون أني أغار على زوجي لأنه سيتزوج. لن أصمد أمامهم. أنا دخلت خيمة جوموشتكي، بحثت عن القلادة ولم أجدها. إن وجدت القلادة معهم سوف أثبت أنهم القتلة. يجب علي أن أبحث عنها في خيمة آيتولو، فإحساسي يقول لي بأن القلادة هناك. حسناً، لقد فهمت. وما الذي علي فعله؟ أن تتحدث إلى بانو شيشيك. ماذا؟ بانو تستطيع أن تدخلني إلى خيمتها. دعنا لا نقطع الأمل بالله، سنستمر بالدعاء له في كل يوم. حتى إن غرقت الجبال بالدماء سوف أجعل نويان يدفع الثمن. سيد أرتوك، ما دمت حيا لا تتردد في فعل ذلك للحظة. سيدي، سونغور تيكين يعرف أصحاب اللحى البيضاء ويريد مساعدتهم حتى ينزع رجال الأوغوز الذين في جيش أوغاداي. كيف سيفعل هذا سونغور تيكين؟ بخاتم أوغوز خان. الخاتم معه؟ نعم، يجب أن يعلم إخوتنا الذين داخل جيش أوغاداي من نكون نحن، وإذا تمكننا من ذلك فقبل أن يأتي جيش أوغاداي إلى الأناضول سوف يحل به الضعف، وسنحمي دولتنا دون نزيف دماء. سأتولى الأمر يا سيدي. في صباح الغد سوف أذهب، وأنت ستدل سونغور تيكين على الطريق. في كل طريق نحن نلقى أقدارا جديدة، وذهابك في الغد إلى البيزنطيين سيغير مستقبل القبيلة والأناضول أيضا. وأنا متلهف، لقد سرت في طرق كثيرة لكن لم أعش كهذه اللهفة من قبل. أنت وعلى الدوام تسير في طريق الصواب. شكرا لك أخي، في أمانتك. حسنا سيدي.
مرحبا، طلبت مقابلتي أفراسياب. حملت البضائع من خان السجاد؟ ستخرج آخر قافلة قبل غروب الشمس. أبقوها حتى الصباح، حين نذهب سنأخذ أحدا معنا. انتظرني في الخارج. جعلتك من رجالي واستأمنتك على روحي، فماذا فعلت يا حمزة؟ خنت أمانتك، وغدا سأقطع رأسك أمام الأهالي. أنت محق فيما ستفعله بي، ولكني أريد طلبا أخيرا ليكون موتي مفيدا لك. الكلب الذي سيموت لا يسمح له بطلب شيء حمزة. أرجوك سيدي، هناك شيء أخبرك. اصمت أيها الخائن، اصمت. إذن السيدة هايمة تريد أن تفرح بالعشاء مع أولادها؟ صحيح، مع أبنائها وبناتها وأصهارها وكنائنها. وهذه أفضل فرصة بالنسبة لك لأخذ الخاتم. سأخذ ذلك الخاتم يا عمتي، فلا داعي للقلق أبداً. أعرف جيداً بأنك تستطيعين فعلها كنجبول، لا أشك أبداً في الموضوع. وهذا الخاتم لك عمتي. خاتم جميل. هذا الخاتم لا يليق إلا بزوجة سيد جميلة مثلك أنت، فتذكريني عندما ترين. أمي، سونغور تيكين قريباً سيكون معنا على المائدة. أنت صنعت طعامه المفضل ليشم الرائحة ويأتي. لا تؤاخذوني. بسم الله الرحمن الرحيم. بني، لماذا لا تأتي سيجان وتأكل؟ لا تنسى وعدك لي يا بني، نم في خيمتها هذا اليوم.
سونغور؟ بالعناية والشفاء. لقد قلت بأني لن أموت حتى أكل من طعامك. الملعقة. سونغور، هذه الملعقة كانت توضع على المائدة منذ أسرت تنتظر قدومك. كلنا ظننا بأنك لن تعود إلينا، لكن أمي لم تفقد الأمل. أين يا أمي؟ اشتقت لك. تفضل طعامك. أريد التعرف على الجميع، ولكني لا أرى أختي سيلجان يا أخي. سيلجان بخير، لكن لن تكون معنا على المائدة اليوم. هذه زوجتي المستقبلية السيدة غونجاغول، أخي سونغور تيكين. هيا ابنتي. مساء الخير سيدة بانوشيشيك. أهلا دوغان ألب. خفت أن تبرد الفرس ولم أنم. فتاة حنونة، إن البرد قارس. الفرس تحبك. خيرا؟ السيد كوركوت والسيدة أيتولون عندما أعطوني الفرس قالوا لي حينها إنها قوية مثلك. أنت تحبينهما صحيح؟ كثيرا، لأن السيد كوركوت قد عملني بلطف واعتنى بأختي أيضا كأننا ابنتيه. أأنت مستعدة أن تفعلي أي شيء من أجل سيدك؟ ولماذا جئت إلى هنا؟ هل السيدة سيلجان من أرسلتك؟ لا أحد أبداً يستطيع أن يقنعني بأن أخون سيدي وزوجته، هل فهمت؟ وإذا خرجتم أمامي بعد الآن أقسم لك أني سأخبرهما بالأمر، هل فهمتني؟ مهما قلت فهذا لن يغير شيئاً أبداً، وهذه المسألة ستحل قريباً بانوشيشيك.
أما أنت فإنك تدافعين عن المخطئ. دوغان ألب، إن نطقت بكلمة أخرى السلطانة تبلغك السلام، وقالت إنها تبحث عن قلادة في الخيمة، والسيدة سيلجان قالت إن وجدوها هناك، فسيكشف الأمر. أبلغتك الرسالة، آسف على الإزعاج. تصبحين على خير. أعرف أن المغول لا يأسرون. كيف أسروك إذن سيد سونغورتكين؟ لأنني أعرف الأحصنة، فأرادوا أن أعتني بأحصنة جينكيس خان. أهذا ما كنت تفعله؟ ليس هذا فقط توتكين، فإن أصيب حصان بأذى كانوا يعذبونني. الحمد لله تجاوزت المصاعب وعدت إلينا يا أخي. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. أنا في القبيلة مع إخوتي وأحبابي، وآكل من طعام أمي، فماذا أريد أكثر من ذلك؟ ليت والدكم كان معنا هذا اليوم ورآكم. هذا قدر الله يا أمي، قدر الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. لم يفق. ذهب وهو يعلم ماذا سيفعل نويان. ضحى بنفسه لأجلنا. تمهلا، ولدي عبد الرحمن سيعود إلينا. نحن أيضا سنكون معه ولن نتركه. سيدي، تورالي أصبح في أمانة الآن. بإذن الله سأعتني به وسأجعله رجلا وشجاعا كأخيه عبد الرحمن. تورالي أثبت لنا بأنه رجل يا ديلدمير، ولا نشك برجولته. عن إذنكم الآن هيا.
يا أبطال تجهزوا، سنغادر المخيم فجرا. وإلى أين؟ سنذهب إلى حيث كتب لنا توركوت. سيدة سيلجان، أريد منك شيئاً بعد إذنك. ماذا تريد مني في هذا الوقت؟ لقد رأينا بعض الأخطاء في السجاد حين كنا ننقله. وما هي الأخطاء؟ أنا أشرفت على العمل. إذن سأخبر السيدة أيتولون، أعتذر على الإزعاج. انتظر، اذهب إلى الخان وأنا سألحق بك. كما تريدين أختي، أنا عند القافلة. سيدي غوندوغدو، سيد غوندوغدو، لقد رأيتك مهموماً ونحن على الطعام، فطلبت الإذن من أبي لكي آتي ونتكلم، فإذا أردت نستطيع الحديث هنا سيدي. الجو بارد، ستبردين. عندما أكون أنا وأنت ريح الشتاء تصبح كالنسيم. همي الوحيد والدائم رجالي والقبيلة كونجاغول. همك كبير، أما همي أنا أن أريحك دائما وأزيل عنك كل الهموم سيدي. هل نتمشى؟ أيها التاجر، أيها التاجر، أيها التاجر، أيها التاجر، هيا ساعدني.
احملها معي. هيا بسرعة. رأيتك وأنت تنظر إلى خيمة سيلجان اليوم، والآن كنت ذاهباً إلى خيمتها، صحيح سيد غوندوغدو؟ فلتعلم أن همي بدأ حين وصلت إلى القبيلة ورأيتك. كنت بالنسبة لي خيالاً لا يمكن أن أدركه، فأنت ابن سليمان شاه، وقد تزوجت من تبناها، ولأستطيع إخراجك من قلبي حاولت أن أفعل أي شيء ينسيني إياك، وبعدها جئت وطلبتني من أبي ولم يعد يهمني أي شيء، ولا حتى بقاء سيلجان زوجة لك سيدي، لا أهتم لشيء. وماذا بعد؟ أنا الآن أشعر بالضيق كثيراً. حين رأيتك ذاهباً وقد أصبحت أمام خيمتها، أنا أعتذر منك، تجاوزت حدي، لكن العاشق يغار. أعتذر منك سيدي، تصبح على خير. سيدة غونجاغول، أرجو أن تسمعيني جيداً. سيلجان وعدتني أن تبقى جانبي في السراء والضراء، وأنا سأكون كالسند لها. أنا أعلم وهذا حقك، لكني تصرفت كفتاة حمقاء، أنا أعتذر منك. حلمت بهذا اليوم لسنوات، أن أكون في خيمتكم وعلى مائدتكم، ولقد تحققت أحلامي. استرح قليلا الآن، هناك الكثير من الكلام سونغور، سنتكلم لاحقا. أمي، يجب أن أخرج في الصباح. هل تريد الذهاب؟ وإلى أين ستذهب؟ لقد عدت إلي للتو، وحالتك لا تسمح. يجب أن أذهب. هكذا أنت مثل أرطغرل، هل ستجعل ما في داخلك مخفيا عن سونغور؟ السر لا يباح أمي، السر في القلب هو ألم كبير، ويجب على الألم
أن يكون سر صاحبه. أسراري التي أخبئها لن تداوي جراحكم. هذه الأسرار سوف تلحق الأذى بكم. لا تصري أمي، ليبقى السر سرا، ودعيه يدفن في داخله. اعلمي أني لم أخن لا أجداد الأوكوز ولا أبي. ثقي بي واذكريني في دعائك. هيا استريح قليلا الآن. سامحيني أمي، إن شاء الله سأعود إليكم. إن كان طريقك وطريق سونغور معا فليكتب لكما الفلاح بني، وليبارك الله بكما، فلتذهب وعد إلي سالما. فلتعلمي بأن طريقنا هو طريق الكفاح، وما فعلناه لا يعد شيئاً مما فعله عبد الرحمن. سننصر الحق إن شاء الله. سامحيني أمي، أستودعك الله. في أمان الله يا أرطغرل. هل استطعت فعلها؟ فعلتها يا أبي.